هاد الصباح أحلى قهوة من هاد هاد لافيرم الجميلة أمام هاد الجبل. الحمد لله صراحة روح الفكر يتنفس. أستاذ صباح الخير، لكم واحد أستاذ عزيز عندنا، أستاذ مكاوي والحاج الله يحفظك، استقبلنا لا فيرم ديالو. كيداير استاذ؟ لاباس عليك؟ لاباس لاباس. كنقول لك خدام خدام كنتصور. مزيان اسيدي. اللي بغى يجي هنا شنو سميت لا فيرم؟ لا فيرم دوت لا كاسكاد. لا فيرم دوت لا كاسكاد. اه كاين كاسكاد. سيتي اون كاسكاد كان ما كيهبط من لهيه. اه وي سي فغي تبارك الله. يعني باقا باقا تبارك الله هنا كتمتع بشنو نسميوها، تمتع بواحد طبيعه، كتمتع باقا ما جاوش لها الناس بزاف. ان ناتور ان ناتور لا ناتور فيرس فيرس باك لا تسكن. كاين شي تسكن بزاف هنا شي شيو. الحمد لله هي جات في حي عين اللوحيه. كعين اللوحيه رائع. شكرا شكرا استاذ. الكلب ديالك هادوك كتربطو كيتربطو بالليل الكلاب. وتوم حيت ما بغيتش خايف ليه برزتوكم بالليل. رود فيلر، واحد الرود فيلر اللي يحرسوا المنطقة. ما عمر شي واحد زعمو بغى يدير شي محاولة. وياك وياك. شي سفيان الله 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 بابا عين اللوح. شوف والله الا كنت شي مرة بوهار انا في المغرب تسمى الميزان ويكتشف. شوف الطبيعة ديال الله سبحانه وتعالى فهمنا شي اي بلاد اي بلاد كت عندها مناطق زوينة طبيعية، يعني ما ربطوش دولة معينة انها واعرة لان عندها طبيعة واعرة. هادي تبقى ارض الله. حنا كاين الحمد لله في المغرب كاين مناطق واعرة الحمد لله تنجي نستمتعو بها طبيعية. الحمد لله. يلا تحياتي والسلام عليكم.